بلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. ثاني شيء فلوق جديد، طلعت بر جديدة. طبعا صورت في طلعت بر أول، حط لكم رابط هنا فوق. هذه حتكون إن شاء الله الطلعة الثانية، مكان جديد، فعاليات جديدة. فلا تنسوا اللايك شير سبسكرايب، واللي ما تابعني على سناب في برضو بصور اشياء غير اليوتيوب في سناب، بحط لكم سناب هنا، وروابط الدعم كلها بالوصف، وروابط السوشيال ميديا برضو. فيلا بينا على البر، يلا بينا. حي الله شباب، منورين فيديو. يا شباب والله اليوم طالعين بجدة و طالعين بجدة. طبعا الجو بارد، والله برد، فمتدفين زين. برد لا لابس لي. لا ما شاء الله يا ولد، الرجل الجليد تمساح ما يحس بالبرد. ما شاء الله عليك، يلا تنزل تتعلم. لا ما اي داعي. لا الفيديو كبير. حيا الله فهد، حياك الله. هلا هنا اسمي حوسه. ايوه هلا والله. سلام هلا والله. مشينا سهلا، مشينا ايام يا شوف يا عيال كيف الله دايم. هذا طبعا فيصل الوجه الحصان، وهذا فهد جمود. يعني انا تقول لي جمود ليش؟ عشان هذا اللي جنبك حصان والجمل. ايش؟ اللي جنبك حصان والجمل. ما هذا شاب. ما هذا يا فيصل؟ قاعد تفلق فلوق؟ تفلق هلا. ما انا متعود على العذاب. يصبر يلا يلا مشي. اوه سواق مزالك مجع العذاب. مع الشركة. المنظر يا عيال. فيصل امسك امسك صور. ها المكان ذا صور. ها بس امسك يا ولد. ها ما يغرد. يسار صور. يسار يسار يسار. المنظر ذا اللي يسار. بلا بطل يا عيال. الله
يو شوف وين الله هنا بيجي غروب بعد شوي راح يجي غروب هنا هيا الله احمد نور هلا والله ها والله مكان عليك والله مكان عليك مكان عليك وصلنا أخيرا يلا ناخذ لنا جولة سياحية في المكان اللي احنا فيه ده ان شاء الله ما نسيت اشبك المايك والله صراحة بيطلع تشويش شوي بس اوكي لا لا شوف هنا المنظر هذا ترى يدرس شوفوا المنظر يا جماعة شوفوا 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 المنظر كيف يا الله احصد لي براد وين والله ناقص براد ست براد هذه يبغى لها طلع من الساعة قلت لك واحدة صح؟ شوف هناك في سيارة ما ادري واضح هناك هذيك هناك يلا هوب الاجواء مره بارده يا جماعه نسيت انا الفروه في البيت فشكلي بلصق في النار اصلا عندي حلقي هنا يوجعني اليوم شكلها كذا حنمرض شكلها اخ يا الله شوف الشباب ايش يسووا يا حبيبي الله الأجواء عالمية طبعا هنا بيجي غروب بعد شوي بأوريكم غروب من فوق بطلع فوق وأصور الغروب إن شاء الله الشباب قاعدين يجهزون الشاي والقهوة والجلسة طيبة طبعا حيكون ذا فلوق الثاني في البر حيكون سلسلة إن شاء الله طلعت البر حتكون سلسلة فخلونا نطلع فوق هناك الناس اللي قبلنا شوفوا الناس اللي قبلنا يا جماعة ما قصروا شوفوا جايبين زبايل منظفين سبحان الله المكان منظفينه ما شاء الله كفو يا أخي يجيبون الناس اللي كذا يحافظون على النظافة بعد شغال على الدافور سنايبر ها سنايبر من هنا اشوف هناك يغرز اطخ عشان ما تشوف سمعتنا اي واحد يغرز من هنا بالسنايبر حصلت المدرب اللي دربنا انا وجمال يا صاد ايوه في جواد والله جاء قال ليش ما تجيت نفسك فيه شوفوا ذا متعلق يا عيال طبعا هذا ما انصحكم تجربوه في اي بيت
غريبة أول مرة ما تنسى في أي بر وفي أي حق. شوف 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 لا تجربوا الشيء ذا يا عيال خطير. أنا بسحب ذي شوي بتلاقيها بيدي. شوف 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 القرد هذا اللي مالك قطع عسل. أيوه أيوه كذا صادق. لا تنطل يسار يا أيام عاد بغلط. جمول الحين اسماعيل احس انه مسكر يا رجل. وين تبغى تدري؟ قال لك قار فرعون قفله. لا باقي. الا لا باقي والله قفله صدق والله. انا جيت قبل اسبوعين. لا قفله خلاص. تابع واحد من المشاهير قال قفله كان يغيرون. راحت عليه. آه. أي. ها؟ والله إني مفحوص على الكبرة. شوف هناك سياح كثيرين قاعدين يصوروا الغروب. تعالوا نشوف. واو يا عيال شوف الغروب. واو صور لكم تايم لابس من هنا. في واحد ها في واحد هنا. يا كثيرين هناك. رجعنا للمخيم يا عيال. من يصور تايم لابس؟ انت تصور؟ ايه والله رهيب تايم لابس بيجي عليم. والله والله انت جرايس. واحدة طلع قمر اثنين شبت النار والغايب. حرك الكراسي. ايش سيد دوي؟ اسحب علي انا ليه تطلع المزروع؟ اسحب علي. ما بطلع المزروع. حدك خوي الكتروني ذا. خوي الكتروني كم؟ يجي على الايباد والله جوكم بيض. اه فهود سوي كنافه. عادي كان. براد عبه براد. كفو عليك يا فهود. براد عبه مويه. براد براد. الباص. ما بطول. ولا دق سلفه ارجع وقفها علي. كفو كفو. الله على ابي المنظر. هابي بيرثدي. احنا جبنا تبوك هنا رمضان ها فيصل.
عيسى كلهم يحبوه ترى. ها؟ عيسى كلهم يا أخي ما أقصد إنه يحبوه ولا لا، بس ما يسوي لي شيء. يحبوه عشاء. طيب الوالد سوى عنده عشاء قبل يمكن أسبوعين ثلاثة. ما شاء الله. أوه صور. قاعد يصورني. ما أسرع ما شاء الله. شباب احنا الحين في البر والاجواء برد والله، والفلوجر تبعنا محمد موجود كعبول. اي الفلوجر كعبول مستكن هنا على الجمر وشب الضوء، اجواء خرافيه. كيف نوريهم ولا؟ ايوه ان شاء الله. تفضل ابو عبد المجيد يصور للطبخ. اي كلها مليانه شراب. لا حتى ايوه كذا على طول يحطها في وجهه. تمزح انك تصورني كذا. عطوه مجال. ما انت باين يا رجال. تعال يعني الحمد لله ما فيها فلاش. الله يا جماعة شوف الدجاج. الدجاج جاهز يا عيال. كمبيوتر عاش جدك يا شيف. صندوق هذا الرز كله. ها حط معك اسماعيل. انت وين اسماعيل؟ قال له شوف هناك في بيننا ذا الحين. اصبر بيننا ذا الميدان. ها لا عاد تربع يا عيال ما في مكان يا رجال. هذا العصير من ورا. الله يا روحي الله. متبر. اي ظهرك هذا لو ينسحب شوي. ملتحم تحت بس هذا حديد يا رجال. كذا زاويه بس. تعال دخل رجل هنا ورجل. الله حي الله شباب. الحين يجيب شاي جمر في شيء هنا شباب. هذا خلصنا العشاء يا جماعه الحمد لله. الله هنيك يا عبد المجيد على العشاء. والله صراحه الشيف حقنا مبدع. شو شو عبد المجيد ما نسهل لو فهموها على طول. لا عادي عادي. اي بدايه كذا ترى بدايه كذا عادي. دخان عليك برايش. برايش وين برايش؟ ربع صقتنا يا عيال. الله تعشينا يا شباب. لا توهق اذا ما تمسك. اصبر بحسب الوقت. اصبر بحسب الوقت. اصبر ترى سهل انت يا بتعرف. ايوه جد سهل. اصبر واحد الله يتونس عشان شباب الحين قاعدين نلعب.
ايوه شنطة. لا هذه لا تتكلم. قهوة دلة اللي ما تبهر من الحين. خلاص انتهى الفلوق. انتهى الفلوق. لا تنسى اللايك والشير سبسكرايب والدعم. الدعم حيكون في الوصف ان شاء الله. فشوفكم بالفلوق الجاي. لا تنسى اللايك والشير سبسكرايب. سلام.